الجمعية شكلت لكي تعمل، نحن ماضون في طريقنا. قولا واحدا هذه الجمعية ستعمل من اليوم. احنا عندنا مقترح اليوم بمشروع لائحة وبإجراءات هيوزع على حضراتكم اليوم، ملف فيه مقترحات كثيرة. لغاية الاجتماع اللي جاي حضراتكم هتكونوا أبديتوا ملاحظاتكم فيه، علشان احنا هنقر لائحة العمل الاجتماع القادم. احنا ماضون في طريقنا ونود ان اخواننا يلحقوا بنا. احنا مش مفرطين في حد، نود ان يلحقوا بنا جميعا، لانهم منتخبون من الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى، ونحن حريصون عليهم وعلى ارائهم وعلى افكارهم، وانهم سيكونون دعما للجمعية. الذي يختار طريقا اخر فعندنا لوائح وعندنا قرارات. سنستبدل هذه الجمعية، أكرر، شكلت وانتخبت لكي تعمل. احنا مش هنعطل أعمال الجمعية، ماضونا في طريقنا.